هاي. ارتياد الشط والروحة على البحر تعتبر من أهم النشاطات الصيفية والأحب على قلوب اللبنانيين والسواح. والخبرية الحلوة إنه النشاط الترفيهي مش بس نشاط بمتناول إيد الجميع وبيخلينا نستمتع بالطقس الحلو، وإنما آمن تماماً لصحتنا وصحة أولادنا. خلينا نخبركن ليه. حوالي 65% من الشط اللبناني صالح للسباحة بحسب تقرير جديد للمجلس الوطني للبحوث العلمية. هيدا التقرير اللي بيدرس الواقع البيئي للشط اللبناني بيعتمد على عينات بتتاخد على مدار السنة من 37 نقطة على طول الشط من أقصى شمال بعكار وصولاً إلى النقورة بالجنوب. وهالنقاط هي عبارة عن مواقع لمسابح شعبية ولشواطئ صخرية ورملية، بالإضافة إلى نقاط قريبة من المعامل ومصبات الصرف الصحي. شو المعايير اللي اعتمدها التقرير لتحديد مدى التلوث وكيف كانت النتائج؟ مدى التلوث الشاطئي وأثره على الصحة العامة تم تحديده من خلال فحوص بيولوجية بتدرس نسبة وجود بكتيريا برازية بالماء، وهيدي البكتيريا بتنتج عن التخلص من مي الصرف الصحي وعصارة المكبات بالبحر. واستناداً للفحوص البكتيرية بالمي تبين من خلال النتائج أنه 24 موقع من أصل 37 جيدة إلى جيدة جداً، موزعة على امتداد الشط اللبناني من الشمال للجنوب، وهي بتتميز بتدني التلوث البكتيري والعضوي وتركيز أقل من النسب المسموح فيها للبكتيريا البرازية، وبالتالي ينصح بالسباحة فيها. وهالمواقع هي طرابلس، أنفة، الهرة، سلعاتة، البترون، عمشيت، جبال، الفيدار، العقيبة، البوار، الصفرة، جونية، بيروت، الدمور، الجية، رميلة، الأولة، الغازية، الصرفند، عدلون، صور، والنقورة. أما بالنسبة للمناطق الملوثة غير الصالحة للسباحة فعددها 7، وهي طرابلس المسبح الشعبي، جونية المسبح الشعبي الرملة، دبي حد المرفأ، أنطلياس مصب نهر أنطلياس، بيروت المنارة، بيروت شاطئ الرملة البيضاء الشعبي، صور شاطئ المطاعم. إذن صرنا نعرف وين فينا نسبح، والأهم من هيدا كله أنه نجرب نحافظ على نظافة البحر حتى تصير كل النقاط على الشط اللبناني صالحة للسباحة.